شوفوا قبلنا هذا المازوط اللي حطوه في جيليكا، شوفوا واش حجر في القاع تاع الجيليكا. يعني شوفوا الطوموبيلات تاعنا اللي راه صار لهم مشكل في ليزانجيكتور وكاع، ها هو المشكل المازوط كيفاش يكون داير. شوفوا واش يخلي في القاع تاعو، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه غير زجروات البركه، شوفوا شحال خلات الكالكير، وتخيلوا انتم وحسبوا.